ايه اللي جابك هنا عطل؟ جاي يا اخي زي ما كل الناس بتيجي. كل الناس تيجي براحتها لكن انت لا، انت عارف ان المكان ده بتاعنا. اي بس وانا داخل ما لقيتش يافطه مكتوب عليها ممنوع الدخول يا عبد الله. انا بقول لك ممنوع الدخول يا عبد الله، واقصرها بقى واتحرك من هنا بدل ما اخلي الرجاله تكسرك. المكان ده بتاعي انا، وانا بس اللي اقول مين اللي يدخل ومين اللي يمشي. ودودي عمرها ما قفلت الباب في وش حد. يعني انا مش عايزه وجع دماغ ومشاكل في المحل، وسيب الراجل بقى يقعد كده وياخد راحته وحل عنه. ولا انت هنا جاي تبلطج على الزباين وتطفشهم؟ ماشي. معلش حقك عليا. وانت جاي عليا كنت خايف تكوني واخده على خاطرك من اللي حصل، صدقيني مش انت المقصوده بالحوار ده خالص. اللي فات مات خلاص على راي المثل، ما محبه الا بعد عداوه. ودودي تعرف تقدر الرجاله كويس قوي، وانت الوحيد اللي قدر يقف في وش المحرم. بس ده كتير عليا قوي، ده كلام حلو قوي. مفيش حاجه كتير عليك، انت النهارده هتقعد كده وتاخد قعدتك، كل حاجه عليا قوي. ليه الكلام الحلو ده؟ ده كتير عليا. انا مش مصدق نفسي، ست دودي قاعده معايا على ترابيزه واحده، ما ينفعش. لسانك حلو قوي، بس برضه انت النهارده ضيفي، مش هتحط ايدك في جيبك خالص. ماشي، قبلت العزومه، بس وجبت عليا انا كمان عزومه، ايه رايك؟ موافق. فين وامتى؟ ده ايه الرضا والسعاده ده؟ انا عايز حد يرقصني، انا مش مصدق نفسي يا جدعان. طب قرب. اقرب كمان؟ اقرب اقرب. معقوله؟ لحد فين؟ بقى كده يا دودي، مش كفايه انك ما صدقت اني اختفيت ورجعت لقصتي، لا دي بتقعد مع الواد عبد الله كل يوم في الصال وبتروح معاه بعربيته، دي فجرت يا راضي. قلت لك يا كبير، دودي دي ملهاش امان. الظاهر ان انتوا كلكوا كنتوا صح، وانا بس اللي كنت غلط. بس ملحوقه، وحياة أمك ملحوقة يا دودي. المهم أنت عملت إيه مع الواد ميشو؟ ظبط الكلام، وفي محامي معاه في النيابة. أوعى الواد ميشو ده يفتح بقه بكلمة. عيب عليك، دي محتاجة قوالة.